أدت الفنانة مي كساب مناسك العمرة إذ نشرت فيديو عبر حسابها على انستغرام أثناء وجودها في المملكة العربية السعودية، وتلقت مي كساب العديد من التهاني من جمهورها بعد أداء مناسك العمرة، وتمنى المتابعون أن يتقبل الله منها. يذكر أن مي كساب طرحت مؤخرا أحدث أغانيها بيقولوا قوية عبر يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي. أغنية بيقولوا قوية من كلمة طارق علي وإلحان وتوزيع إسلام رفعت وميكسر جورج يعقوب، وكانت مي لفتت الأنظار مؤخرا بسبب خسارتها الكثير من الوزن وظهورها بنيولوك تبدو فيه أكثر نحافة. وكشفت النجمة سبب رشاقتها ونحافتها التي ظهرت عليها مؤخرا، ما دفع قطاع عريض من الجمهور للسؤال عن السر وراء هذه الرشاقة.